اي تعامل ثاني بطء تاخير لا لانك انت في دبي وفي دوله الامارات العربيه المتحده. ومقدرنها مو بنا بس، العالم كله يعرف، وعرف الملوك وال واحنا كذي لمح البصر كذي متعودين عليه. اي تعامل ثاني بطء تاخير لا لانك انت في دبي وفي دوله الامارات العربيه المتحده. تعال شوف الموظفين كم مصروفين كلهم، ما تقدر تقول اي شيء من اللي سارعه لحل مشاكلك كذي. لا تلومونا يوم نسير مكان، مساء الخير، يوم نسير مكان وتتعصلق علينا الامور وتقولون لا 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 لا. نحن كذي متعودين على هالشيء، ويوم نشوف شيء مختلف ننزعج. ما في شك. ونحن نمشي تشوفون الحبايب بذمه وراك جالسين تحت رسم الخدمه.